يكون فايز بهامة عبد الله في ضمونه بالتسكين. فده سيناريو كده شكله كده بوضوح. تلاقي اللي يبقى كده المسألة دي لحد الآن الزول ده احتياط. طالما الزول ده أنت ضامن إذا أنت وحي ما واثقين فينا مفترض ما تنادون عشان تعمل معاه الاتفاقات. الزول اللي ما بثق فيه ده ما بناديه عشان أعمل معاه اتفاقات. إذا أنت واثق فيه حبه تاخد كلمتي. أنا قلت لك يا أخي الزول ده أنا نحن اتفقنا معاه ينسحب إذا طاش الفرع. كان ده مش أنا قدام. وفي جلستنا دي الرئيس نادى محمد عباس وقام قال له أنا دايرك ونحن نتكلم في كلامنا ده نتناقش. محمد عباس مش مجانا غلط. قال يا اخوانا قفوا قفوا. كده الموضوع ده حقه نناقشه بصوره ثانيه. انا لا الرئيس ده ناداني وقال لي يا اخي انا والله صلاح كرار محتاج في البحرين وشوفوكم مرشح غيره. يعني الكلام ان احنا نتكلم عنه من البدايه مش موجود. قلت له يا اخواننا وكمل الكلام محمد عباس. وقال لي الرئيس قال لي يا اخواني انتوا الدوره دي مش في اتفاق الدوره دي حقت المناصير. الدوره دي مش حقتهم. انا قلت له قال المناصير ما عندهم مرشح. قلت له والله مرشحهم واحد اسمه محمد احمد سنان برجو مترشح باسم المؤتمر الوطني. قال لي قال خلاص ابقوا عليه. وجا قال لنا الكلام ده في الجلسه دي بحضور كل الجماعه دي وبحضور المحافظ. المحافظ قال له يا اخي انا اشك في الكلام ده. معناته كلامك اللي انت نقلته ده انا اشك فيه. قام اخذ التلفون محمد عباس وضرب لي عبد الرحيم محمد حسين. قام قدام عبد الرحيم قال له تتكلم مع عبد الرحيم محمد حسين. قام سال التلفون تكلم مع عبد الرحيم قام نهره. قال يا زول اسمع الكلام وكذا وكذا. المهم جاي خدت التلفون قال اخوانا غضي الامر. لا ترشح صراحه كرار ده بقى ما ساري المفعول ونحن المفروض نفكر في زول غيره. نفكر في زول غيره ليه؟ هنا ما عندنا زول مرشح موجود. نحن اصلا اتفاقنا قبل انه البرجوب ده احتياطي وصلاح كرار ومتفقين معاكم ان كان صلاح كرار ترشيحه مشى للنهايه ما عندنا مانع. هل بيخلي المساله دي يبقى تفكر في زول غيره ثاني ليه؟ قالوا خلاص لانه الكلام ده جاء من القواعد من هناك. قلت لهم ما عندنا مانع تشيلوا وتمشوا للقواعد. ويا اخواننا نحن اتفقنا الكلام اللي انا ذكرته لكم في البدايه ده انه الجماعه دي قالوا الحق ده حق ناس الخرطوم يختاروا من الخرطوم لانه كده وكده. قمت ذكرتهم الكلام ده. الجماعه دي قالوا كده وكده 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 كل الكلام ده. يبقى انتوا فقط الجماعه دي نمشي باركوا ترشيحات حقتنا. قلت لهم يا اخي نحن نضرب تليفون الان يا صلاح كرار وننادي عشان ما يفتكر انه بعدين في ناس لخبطوا الترشيح يعرف انه والله هو الرئيس اللي قال كده 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 كده. فعلا نادينا جانا في الجلسه قال والله يا اخوانا انا عندي عيد من الساعه 4 الرئيس ناداني وقال لي انا محتاجك في البحرين وكده وكده وكده. وفعلا سلم عليه قال لي والله كلامك ما شوجع. انت قبل قلت لي احتمال موضوعك ده ما يمشي ما شوجع. قلت والله خلاص المهم وقعدنا بيوجه صلاح كلاب بوجه المحافظ بوجه شنتور واتفقنا انه بعد شد وجذب اتفقنا انه الاخ البرجوب هو المرشح حقنا. وقال نشوف احتياطي. قلت له انا اشوف احتياطي من الشريك طالما المرشح الاول ده هو من المناصير المرشح الثاني يبقى من الشريك. قالوا لا يا اخي ما فكر ده جا من هناك وجابوا الناس ما كويس ما نرجعه حتى في الاحتياط. لا خلاص يبقى البرجوب المرشح الاول ما فكر هو المرشح الثاني. ده كلام يوجهوا على المسا وده اتفاق بتاع الرجال والله قعدنا فيه كلنا في بيت احمد الشنتور واتفقنا عليه. وشالوا الاتفاق ده ومشوا واتفقنا انه يا اخواننا ما في زول يتكلم في الحته دي لحد ما الجماعه دي يوصلوا ابو حمد ويعملوا اجتماع للمؤتمر الوطني في ابو حمد بكل قواعد وبكل المحليات ويطرحوا لهم انه يا اخواننا دينا الترشيحات بتاعت اولادكم في خرطوم ويذكروهم الكلام اللي انا قلته قبل انه الحق ده انتم قبل كده اديتونا وده ترشيحه. قالوا خلاص. قام المحافظ وشنتور هما حيمشوا يوصلوا الكلام ده. ويوم السبت الساعه 12 اللي هم موجودين في عبره كان بابكر عبد الله في ضمونه موجود في الكاب. وجاه اتصال مباشر من الجماعه دي من عبره جاء لي حامس سلام كرار قال له يا اخي والله انا داير تديني مرشح من عندك. قال له يا اخي مرشح ما صلاح كرار والاحتياط البرجوب. قال له لا صلاح كرار ده الرئيس قال انا عايزه بيفك. قال له انا والله عندي منصوري مرشح اسمه المؤتمر الوطني ثاني ما عندي زول اديك فوق وده مرشح لي ده حامي. قام مشى فات منه مشى شري لقى ناس عوض الكريم عريب وقعد واقنعهم وجاب الاستاذ منه محمد سليمان قمري وجابوا رش عشان يرشحوا. في ناس اسمها ابراهيم اتصلوا بالاخ حيدر هنا عشان يجي يترشح. شوف كل السيناريو ده دور خارج الاتفاقات حتى في حته الترشيح. الاخ حيدر دي حقول لكم فيها كلام برضه يعني برضه تم فيها كلام. احنا اخواننا ما افتكر خلينا الصخره اصلا ما قفلناها عشان الناس بعدك ما يقول يعني تخضع للتخمينات وتخضع للكلام الثاني. قام بعد ذاك جو الاثنين ديل
في ابو حمد لما لقوا حيدر وصلوا شافوه انسب من محمد سعيد قمر فكوا داك خلوه حتى زي ما قال انا حق المواصلات ما ادوني له وقف مش اشتغل ضد في عام تغير. اول حاجه افتكر دي ما الطريقه اللي تحترم الناس. اول حاجه اذا انت تحترم قبيله ولا كيان ممكن تختار فيها زي شكل الاختيارات. الشيء الثاني الاخ حيدر بعد ما جات بعد ما هو اعلن ترشيحه في الاجابيه في كدباس وجا بعد كم يوم اتصل عليه. طبعا اتصل عليه بالاول عبد العاطي قال له يا اخي انا والله بفتكر انه انت يا اخي استعجلت واعلنت ترشيحك والحته اللي فيها اتفاقات مع الناس. اول حاجه فيها اشياء كثيره جدا انت ما عارفها. قالوا تتصل على اتحاد كلهم تشوف رايه تتصل على اسمك خليفه على فلان على فلان تاخذ رايهم عشان اذا قالوا لك يا اخي احنا والله راينا خلاص وممكن كده امشوا عقل امشوا عقله قدام. قام اتصل عليه قلت له انا حيدر بصراحه انا بفتكر انا ما عندي مشكله اصلا ما محتاج لي زول يوم من الايام زي اشيلني واشيلك يعني ما عندي اجنده خاصه يعني ما محتاج ارضيك ولا اقول لك كلام في النهايه اجاملك به هقول لك رايي بوضوح جدا انا افتكر انت ما مناسب لسبب واحد لانه طيله العمل بتاعنا في الهيئه الشعبيه ومع الناس دي انت ما ظهرت معنا ولا حضرت معنا اجتماع واحد فبالتالي من الصعب نقدمك للناس دي نمره واحد الشيء الاخر انت في لجنه رئيس اخونا عثمان خليفه تختص بالطلاب ودعمهم واخونا عثمان خليفه كان ساكن في وادي سيدي وشغال في الجيش وعامل اجتماع كل خميس طيله الفتره دي انت عضو في اللجنه دي ما جيت حضرت واحد وبيشتكوا الطلاب ما حضرت يوم واحد معاهم وانت اقرب ناس لحته الطلاب اللي انا زوج شغال في الجامعه عشان افتكر انت الموضوع ده تنسى تشيله من راسك وافتكر ان احنا الحكايه دي لو جاتنا بيكون عندنا الانسب وكده والله الكلام ده بوضوح بالوضوح ده قلت له هو مشكور جدا قال لي والله يا اخي كتر خيركم وانتم اصيبكم الشغالين الشغل وكده طالع ده ما رايكم خلاص اعتبروني انا نسيت الموضوع ده اعتبروني نسيت قلت قال لي لكن يا اخي كان بعد ذاك جه عرض لنا اسماء وترشيحات كثيره ده تعرضوا عشان عرضوا ليش معه قلت له والله يا اخي انا من رايي انا الراي الشخصي هي المسائل دي ما مسائل شخصيه عشان ازول ده اذا الناس قالوا بعد ذاك في الترشيحات جا حيدر انا ما ببقى صوت نشاز اصلا ولا بقف ضدك ولكن لكن القضايا دي ما قضايا شخصيه ولا كده ولا كده ولا فيها مشكله بتاعت مجامله يعني لانه اصلا واحده من قضايانا ضيعت المجامله انت تقعد تجامل مين ده بقى متعلق بحيدر نحن كان ماخذنا على الترشيح هو بعد ما قال الكلام ده اتفق معانا اتفق كان يقول بوضوح الله يسمع انا كلامكم ده ماني قبلان وانا ماشي فيها ماشي فيها كنا بنكون عارفين يعني عشان تاني كنا بنفتكر انه الجماعه ديك طالما هم قالوا ده اختيار المؤسسات كان يجي من البدايه هم الشرطه صح لهم 27 اجل والترشيحات جات بعد ذاك لو اصلا هم حابينه وحاسبينه كان يجيبوا في الثلاثه اسماء ديك يقول والله مرشح على وصل على الكرات الثاني حيدر كان يشوفونا احنا بعد ذاك نقول خط لنا زول فوق ولا ما نخط ما كان بنقدر كان ما نملك ان انه نفتكر ده راي القاعده وراي الناس وندعمه كده عشان كده افتكر يا اخواننا الناس دي واحده من اشكالاتنا قدروا شقوا صفنا بنفسنا استطاعوا انه يخترقونا بنفسنا المناصير اللي كل مره عاملين لنا الكتله دي اللي عايزين كده اللي عايزين كده احنا خلاص نحدث الشرخ فيهم نحن والله ما دايرين نقف نتباكى عن اطلال الانتخابات ونقعد نقول دي حتى حصلت لا احنا افتكر انه والله الان القضيه دي رجعت لاصحابها انتوا اصحابنا القضيه وحصل كل الاحداث دي انتوا تقرروا ما يحدث بعد ذلك نحن راينا كالاتي انا شخصيا رايي كالاتي انا بفتكر انه عشان الاحداث دي تاني ما تحدث وما تبقى مستمره لابد ننتهي من الاجنده الشخصيه دي تاني حته انه زول يبقى بهوى شخصي ولا بطموح شخصي الشغل هو شغل جماعه والتنسيق ده يبقى تنسيق جماعه. انا من رايي الان نحن ويمكن ده راي كلنا توصلنا له مع بعض انه الناس اللي احدثوا فينا الشرخ ده نشتغل سياسيين عشان نشيله. وقدرنا وصلنا قضيتنا دي لاعلى المستويات. المحافظ وزير الصحه الموجودين والاثنين من منطقه انا بفتكر هم كان مفترض يكونوا قوميين في النهايه اشتغلوا باجنده منطقتهم. ونحن عشان كده شغالين نشيله. ما بنلتفت لاي حديث عن تماسك ما لم يغادروا الاثنين دي المواضيع. نقول لكم بكلام صريح جدا لانه ده اللي هم اللي تدخلوا في قضيتنا في النهايه شدوا صفنا واستطاعوا يخترقونا اذا ضعفنا خلاص نحن حيبقى بعد ده الطبل ده حيدوب فوق راسنا ولا انا افتكر عزتنا وكرامتنا هو في كل حساب نحن لازم نرجع قرارنا لنفسنا والناس يعرفوا وش نفسنا احمد واسمه خليفه وكده، احنا والله قاعدين نقعد في بيوتنا ونشتغل شغلنا وعندنا الشغل اللي مكفينا والشاغلنا الوقت كله.
لكن دي اذا الناس عايزين انتان من الشغل نتصدى للقضيه دي ده جندتنا كده وهذا السنان لفوق. والله المحافظ انا قلت لك الكلام ده في عيني، قلت له انا هشتغل عشان انت تمشي من الحته دي، هشتغل للنهايه. افتكر انت شقيت صفنا كنا متماسكين كلنا كوحده بتاعت المحافظه دي، دخلتك طلبنا منكم طلب يا اخوانا القضيه دي بعد ما ترشح حيدر وبعد يقوموا مرشح بيقوموا مرشحين ادونا نحن المناصير نحلها بطريقتنا، نحن قادرين نجمع ناسنا كلهم هنا ونقول لهم يا اخوانا عندكم الان مرشحين هم البرجوب وحيدر بتقدروا تجيبوا معاياته تدعموا يا تونس. جينا نقول لكم والله يا همنا قالوا نحن قدمنا فلان، قالوا لا دي ما قضيتكم دي قضيه المؤتمر الوطني المحافظ. يا اخوانا قبل كده كان ترشح منا المنصوري مع صلاح كرام وجيتوا استغسلتونا نحن، قلتوا يا اخي الحقوا زوجكم ده نازلوا ومشينا قعدنا لحد الساعه 3 في مصفايا النور ونازلنا، ايش معنى بدها تنسي قضيتكم انتوا دي قضيه من عندنا نحن ثاني اصلا شفتوا حته انه الناس يقعدوا يتواخذوا بالساهل وباللين، لا الاجنده بتاعتنا معلنه واضحه وما عندنا اي حسابات. نحن دير اصلا يوم دايرين من الشعب باذن الله سبحانه وتعالى، لدينا منصب لدينا موقع لدينا زول جامعنا حيكون جنود للقضيه دي، بس بنفتكر انه اي منطقه لازم الناس يفكروا فيها التفكير تفكير جماعي. اي وقت زول نحس بانه والله زول يستطيع انه يتقدم المنطقه ويشتغل لها وكده مستعدين والله نبقى من خلفه ما بهمنا لانه يقود منه ولا يكون في الراس منه ولا كده، ما قضيته. وافتكر دي اجنده الناس كلها ودي قضيتهم، لانه اي زول الاجنده الشخصيه دي اخوان حاله ما تموت. اي زول عنده حاجه شخصيه حاله ما بتمشي تقدم لها قدام. انا افتكر عشان حدودنا انت تم نحن غايتنا النايب ده الان ما قروب ما المجموعه حقته صراحه يعني. لانه انتوا ما بنقول لكم ان الناس كيف ضده. نحن ما دايرين البلد تخسر، اذا الناس قدروا نجحوا ولا بناخذ تلمة تاريس. يعني ما حناخذ تلمة تاريس ولا معوقات عشان ما هو ينجح. لكن افتكر ممكن الناس في جروب يجي يشتغل مع النايب يكون مجموعته تشتغل والمنطقه الشغل لها شايل النايب وشايلنا نحن كلها محتاجه. يعني المنطقه محتاجه للشغل والنجاح كل البلدين فيها في النهايه صالح المنطقه. اتاكدوا تماما والله لا انا كيف ضده ولا انا اخزل عنه ولا انا اقول يا زول ما تشتغل معه، لكن افتكر عشان جمع الصف وحده الكلمه وعشان الناس، لانه نحن من عملنا العمل ده ما عملناه والله بهوى شخصي، عملناه لمصلحه المنطقه حيظل ضراينا. عشان ما زول يجي في النهايه يقول يمشي يسوي اجنده الشخصيه يقول لك عفو الله عما سلف خلاص يا اخي تعالوا خلاص نصفيها ونخليها كده ونمشي نشتغل وكده. لا ونحن نتمنى انه يكون عند حسن الظن الناس اللي يكذب ظننا ان احنا وينجح ويشتغل والمنطقه بعد ذاك هي ربحانه اصلا في كلام. الشيء الاخر انا افتكر الاقتراحات اللي تجي من الناس والله نحن عندها تماما، لكن ده رايي. اذا في الناس قال والله لا مصلحه المنطقه يتجمعوا حول النايب كده، لكن في خطات مهمه جدا. اصل ما في ناس بيجبروهم على الشغل، نحن والله ممكن يجي يبقى في جروب مع النايب ده ومجموعته وحاولوا تشتغل معه وندعمه، لكن ما بنبقى نحن نقود الشغل ما هي قضيه. الحكايه ما هي قضيه فلان يقود الشغل ولا غيره ولا غيره ولا غيره. عشان تبقى قضيه واضحه وما نكون تسديسه ولا اجنده بيتحد ولا كلام، كلام واضح وكلام فيه راينا ده في مصلحه المنطقه، واذا الناس شايفين ما غير كده يصلوا له نحن والله اهلا وسهلا وعنده وقادرين نمشي معاهم فيه وما بناخذ لهم تاريس ما بنقف ضده، لكن دي قضيه بوضوح. الشيء الاخر نحن حنشتغل نشيل الناس زي متى ما نشيله وننجح ولا نشيله عشان نقول خذ مناصير، لا نحن اهل المحافظه كلنا نتفق على مين الاصلح. الشيء الاخر نحن ما نتفق برضه كمناصير مطلوب مننا، وافتكر انه نحن في سبيل البلد دي وما زلنا نقدم وده ما امتنان، لكن انا بفتكر انك انت ما ناقصك شيء، لا ناقصك دعم سياسي، لا ناقصك دعم حتى في مجال الجهاد، لا ناقصك كوادر تتقدم تشتغل. انا فقط ناقصني الهمه والارتفاع للمستوى والناس يجي يقودوا يتقدموا يقول يا احمد زيح كده يا اخي انت كفاك اشتغلت كتير تعال دايما قلت نحن نديك راينا نسوي والله اهلا وسهلا. اصلا عندنا قضيه، الحكايه دي ما قضيه مسائل شخصيه ولا حق الزول ولا كده، احنا والله بس لاقين لانه لاقين نفسنا كل مره في وش المدفع وش المدفع نمشي يعني نعمل شنو يعني، لكن متى ما جونا استصدوا القضيه دي واشتغلوا والله نكون لهم سند ودعم ومؤكد متاكد في ناس كثيرين جدا ان شاء الله بيكونوا احسن مننا يكون رايهم احسن مننا وبتلقى اراء كثيره جدا عند الناس. انا افتكر ان احنا في ختام الحديث حقي يعني بفتكر انه نحن حقه نفكر في المستقبل القرار بتاع انه حنسوي شنو يجي مننا كلنا،
وزي ما قال عثمان خليفه احنا كبير ما كنا دايرين ما دايرين نبادر نعمل هناك كانه شكل رسمي. نحن قلنا يا اخواننا دي قضيه الناس كلهم وحقه كان الناس يبادروا ويعملوا لقاءات يقولوا تعالوا نوروا نجي نوروا. لانه دي ما قضيتي انا اجي دايرك تسندني فيها، دي قضيتك انت وتسنيدها بلاك وتختار الطريقه اللي انت بتسند بها قضيتك، تجي تقول لي نورني بنورك، لكن انا ما ممكن اشتغل واجري وكده وبعد ذاك انا اديك عشان اوريك، زي ما قالوا في ناس بيقولوا يا اخي الناس دي ومساتهم ما شاورونا، يا اخي انا ممكن اشاورك في شنو؟ في حقك؟ انت حقك تعال سوي معاي، تعال انت اقعد معاي واشتغل وكده وسوي بعد ذاك اسوي رايك الموجود، شوفني كم ادعمتك في رايك، لكن ممكن الزول يقعد يجري ويشتغل وتاني يفتش الناس عشان يقعد يقول لهم هايكم شنو يا اخوانا في الدنيا سوي كده ولا ما كده، لا اصل زول ينوم ما في زول بيجي يقول له هاي اصحى من النوم. الناس لازم يصحوا لقضيتهم براهم يجي يشتغلوا شغلهم يسووا كده. ولا اقول لك الاتحاد هو يسوي شنو؟ انا افتكر الاتحاد ده بس يتكلم كلمه واحده قال ما اصير كتر خير. لا يا اخوانا ده عمل طوعي بالوسع بالمقدره، يعني شيء تقدر عالم يسوي. الناس اللي ما في زوجة قالوا اخ تعالوا ابقوا الاتحاد وكده، لكن قالوا هم القضيه وهم البلد هم اللي يقولوا نفسهم عشان نبقى في شكل منظم. يا شيخنا عثمان انت خلاص ارأس الاجتماعات وابقى رئيس وادعم الطلاب ويصير مرتاح. ما كل مره الطلاب جايين انه عندنا قضيتنا كده دايرين دعم الجوله جوب مدانا حقنا احمد مدانا يتصل يا فلان جيب يا فلان. يعني اخوان الحته دي ما حته فيها مكسب، المكسب بتاع الاخر. وانا افتكر دي الحته مهمه جدا وخدمه الضعفاء. والله انا افتكر ان احنا ما عندنا ونحن اخواننا اهلنا دايرين مهما كان ما بنفتكر. صحيح كنا بنفتكر انه العشم كان يقول، لكن في النهايه يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان قادر انه لما وقف جاءه الملك قالوا مروا يعني اطبق عليهم الاخشبين قالوا دحهم فعسى ان يخرج من اصلابهم من يعبدون الله. احنا دي قضيه ما بنقول فيها اصلا، نقول الله يوقف معانا وندون، لانه هم في النهايه الاراضي بتشكلوها بتشكل لهم السياسيين هم اللي بيقودوا. نحن القاده السياسيين يا اشتغلوا معانا في خطنا لمصلحة المنطقة يا بقدرينا. أي مواطن ما بناخذه بأي موقف بأي رأي والله يزبجينا لك على نقول أنت بديت البرجوب بديت حيدر وقفته دي ما قضايانا، ده مو تاريخ تجاوزناه. لكن أفتكر دي الطريقة اللي إحنا نشتغل بها قضيتنا نمشي لها لقدام، وأنتم أصحابنا الاختراع وأصحابنا الحل وأنتم تبقوا عليه. أفتكر تعمموا القضية دي كلها ناس يتصدوا للمسألة دي وما نبقى نحن طوالي في وجه المدفع وبعدين اجتهاداته نخطئ ونصيب وكذا. افتكر لما زول يحس انه وراه سند رجال قضيته بيبقى يهز بها كويس وبيقدر يوصلها بصوره كويسه. انا يعني كنت اطلت عليكم اسف جدا، جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله.